مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من المهرة، البرنامج الذي نستعرض فيه ونناقش معكم الأحداث والتطورات والمستجدات في المحافظة. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على تخرج 32 طالبا وطالبة من أبناء محافظة المهرة في حضرموت، وأيضا على الفعاليات التي نظمت للتوعية بخطر المخدرات والتحذير من مروجيها. أهلا بكم. نظم منتدى الطالب المهري حفل تخرج 32 طالبا وطالبة من أبناء محافظة المهرة في مدينة المكلا بحضرموت، ونظم الحفل برعاية رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة السلطان محمد آل عفرار والسلطة المحلية، كما تخلل الحفل رقصات تراثية وقصائد شعرية وتكريم المشاركين والداعمين. اليوم الاحتفال بالتخرج 32 خريج وخريجة من دابع التاسع حكاية كفاح بكافة التخصصات، وبنيابة عن السلطان محمد عبد الله آل عفرار أنتم لجميع الطلاب التهاني السلطان محمد عبد الله آل عفرار، ويبارك لجميع الخريجين بتخرجهم ويحث جميع الأجيال من أبناء المهرة على مواصلة تعليمهم، فهو يعدهم بمستقبل المشرق وبعيد عن الجار. شهدت مدينة المكلا بساحل حضرموت حفل تخرج 32 طالبة وطالب من محافظة المهرة في مختلف التخصصات بدعم من السلطة المحلية والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. حفل تكريمي ختامي للمراحل التعليمية بمختلف التخصصات أقيم بمدينة المكلا، حفل تخريج الدفعة السادسة حكاية كفاح من طلاب محافظة المهرة بتنظيم منتدى الطالب المهري بحضرموت برعاية السلطة المحلية بالمهرة والسلطان محمد آل عفرار. نهني ونبارك خريجين طلاب المهرة في محافظة حضرموت بمناسبة تخرجهم من كليات وجامعاتها حضرموت، نهنيهم ونبارك لهم في هذا التخرج وهذا الحفل العرس الجماعي. منتدى الطالب المهري بالمكلا بحضرموت لقد قمنا بالقيام بحفل لأكثر من 30 طالب وطالبة متواجدين داخل المكلا بجميع تخصصاتهم. 32 خريجا وخريجة من مختلف مناطق المهرة من الدارسين بجامعات ومعاهد بحضرموت في العديد من التخصصات العلمية أكملوا تعليمهم بصبر وكفاح رغم المعوقات لتكتمل فرحتهم بحفل فرائحي بحضور أهاليهم وأصدقائهم. عدينا مرحلة من 4 سنوات إلى 5 سنوات إلى 7 سنوات بعض المراحل بعد تعب ومشقة ومعاناة كثيرة، واليوم نختمها. وبرغم أننا واجهنا كثير من المعوقات إلا أننا صمدنا إلى النهاية، ونقول ألف ألف مبروك لكل الخريجين. أرادت المهرة بهذا الحفل الختامي أن تكون قريبة من أبنائها وتدعم بشكل كبير المنتديات الطلابية التي تعمل على تشجيع الطلبة لإتمام مسيرتهم التعليمية ليكونوا سفراء لمجتمعهم ومحافظاتهم. كرمت قبيلة كلشات الأوائل والمشاركين في مسابقة القرآن الكريم بمديرية الغيضة بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة المهرة. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة القرآنية محمد كلشات مشاركة أكثر من 80 متسابقا موزعين على 5 فئات تبدأ بفئة الجزء الواحد وتنتهي بفئة 15 جزءا. ودعا كلشات جميع المواطنين للدفع بأبنائهم إلى مراكز تعليم القرآن الكريم لحمايتهم وحفظهم من العادات السيئة والدخيلة على المجتمع. نقيم اليوم بناء حارة كلشات حفل اختتامي المسابقة التي قيمت في شهر رمضان الذي شارك فيه أكثر من 80 مشارك، ضمت عدد من المراكز القرآنية في إطار نطاق حارة كلشات. فاليوم الحمد لله نحتفل ونتوج أبنائنا بعد هذا الجهد
من الحفظ والمراجعة وإتقان لكتاب الله عز وجل. فندعو كافة الآباء للالتحاق بالمراكز القرآنية على مستوى مدينة القيضة، سواء كان في حارة كرشات أو في المناطق الأخرى، لأنها تعتبر حاضنة وبيئة لاستقامة الفرد والحفاظ عليه من الظواهر الدخيلة التي ظهرت في المجتمع مثل الشبو وغيرها من الظواهر السلبية. نحن هذه الليلة في هذا الحفل البهيج ابتداء سعادة لا توصف، فرحة غامرة تنتاب وجوه الحاضرين والحاضرات، الآباء والأمهات، البنين والبنات في هذا العمل المبارك الذي هو المسابقة القرآنية التي دعت إليها اللجنة المنظمة لحارة كرشات. فجهود مباركة من الشيوخ ومن أهل المال وكذلك من الأوقاف ومن الأساتذة وكذلك من اللجنة المنظمة، دعوة للآباء أن يوجهوا أبنائهم وبناتهم لمثل هذه المحاضن التربوية التي تحفظهم من الانحرافات الفكرية والانحرافات السلوكية. في سياق آخر، نظمت قيادة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار معا لنحمي أبنائنا من المخدرات. وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية، دعا الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر شيوخ القبائل إلى توقيع ميثاق شرف لنبذ تجار المخدرات والمروجين وعدم التعاطف معهم، مثمنا دور الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة في الحملات التوعوية بخطر المخدرات وأضرارها. من جانبه، أشار مدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في مكافحة المخدرات، داعيا شيوخ القبائل إلى رفع الغطاء القبلي والاجتماعي عن تجار المخدرات ونبذهم. فنشكر كل الجهود التي بذلت من الأجهزة المختصة، من المؤسسات الأمنية والعسكرية، من السلطات المحلية، من المواطنين، من الشخصيات الاجتماعية التي قاموا والتفوا حول هذه الحملات وحول الأجهزة الأمنية التي تقوم بضبط هؤلاء الناس. وكذلك لا ننسى دور المرأة التي لها دور كبير جدا، لأن هذه المادة غزت إلى الأسر، غزت إلى الأسر، والمرأة لها دور كبير جدا إلى أخيها الرجل لنبذ مثل هذه الأشياء المخالفة والتي تؤثر تأثير كبير على المجتمع المحلي. أقامت إدارة أمن وشرطة المهرة فعالية خطابية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك عقب أسابيع من تدشين حملة أمنية هي الأكبر ضد مروج المخدرات في المهرة. المزيد في سياق التقرير التالي. حفل خطابي في المهرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. الحفل الذي نظمته قيادة الأمن والشرطة بالمهرة جاء عقب أسابيع من تدشين الأجهزة الأمنية حملة هي الأكبر ضد مروجي المخدرات بدعم وإسناد من المكونات القبلية في المحافظة. هذا اليوم العالمي لمحاربة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفي به العالم أجمع من خطر هذه الأفة اللعينة التي تغزو العالم كأجمع. هذه المخدرات بكل أنواعها التي يعني تدمر الأجيال وتغزو الشباب وتمسخ الناس عن مكانتهم. ومن هذا المكان نناشد كل أولياء الأمور، نناشد الآباء، نناشد الأمهات، نناشد المجتمع ككل بالوقوف مع الجهات الأمنية في القضاء في حربها في القضاء على المخدرات والإبلاغ عن أي حالة قد تظهر، وذلك يعني لدعم محاربة المخدرات. وخلال الحفل الذي حضره عدد من القيادات السياسية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، كشفت الأجهزة الأمنية في المهرة على لسان مديرها العام العميد مفتي سهيل صموطة أرقاما صادمة واختراقا كبيرا لمجتمعات المحافظة بهذه الآفة الخطيرة. تأتي مسؤولية المجتمع من شيوخ وأعيان وعقال حارات ومدراء مدارس ورؤساء جامعات، الكل
معني بهذه معركة هذه الآفة. لازم توصل رسالة هذه الرسالة وهذه أقرار هذه المادة إلى كل بيت، إلى كل أسرة. نحن جميعا مسؤولون على أبنائنا، على أولادنا، على بلدات عبادنا. هذه المادة وخاصة الشبو المدمرة، جميع الجرائم التي حصلت في حافة المهارة، من هتك الأعراض، من سفك الدماء، من عبوق الوالدين، من تمزق اجتماعي وأسري بسبب هذه المادة. ويبقى الرهان على الوعي المجتمعي في المهرة باعتباره خط الدفاع الأول لصد تلك الآفة الدخيلة والخطيرة، ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية في القضاء عليها، وتخليص المهرة من كل الظواهر التي تحاول النيل من قادة المستقبل وتدميرهم. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير التوجيه المعنوي بشرطة محافظة المهرة النقيب منصور البرعي. أهلا بك. بداية سيد منصور، كم عدد المتهمين الذين جرى ضبطهم خلال الحملات الأمنية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على هذه الإضافة. أهلا وسهلا بك. على الاستضافة في قناة المهرية. أولا يا عزيزي، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين تم ضبطهم سواء مروجي المخدرات من في حدود يعني حوالي 76 متهم، بينهم بعض العناصر النسائية، وتم إحالة 15 منهم كدفعة أولى إلى النيابة الجزائية بعد أن تم استكمال معهم الإجراءات من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة. وسيتم إحالة الأعداد ما تبقى من أعداد المتهمين إن شاء الله في فترات لاحقة. طيب سيد منصور، برأيك ما سبب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بالرغم من كل الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية؟ والله يا عزيزي، هناك من يحاول تدمير المجتمع بالمخدرات. بعد أن كانت محافظة المهرة عبارة عن ترانزيت في الفترات السابقة، يعني منطقة عبور، الآن أصبحت بؤرة لجلب المخدرات وتعاطيها داخل هذا المجتمع الذي كان محافظ على عادته وقيمه ومبادئه. فهناك من يحاول إغراق، من يحاول تدمير الشباب، أن يضيع مستقبلهم بهذه الآفة، وخاصة مخدرات الشبو. هذا الشبو هو من أشد وأخطر أنواع المخدرات فتكا بالإنسان، بحيث من أول جرعة يسبب الإدمان، والجرعة الأولى هي بداية رحلة المتعاطي إلى الموت، ويسبب عدة كوارث صحية أبرزها تدمير خلايا المخ بشكل قاتل ومميت. ويعتبر الجنون والهلاوة السمعية والبصرية هم أول أضرار الشبو على المدمن. والشبو يعني يأتي على أضرار على شكل حبيبات كريستالية بيضاء أو زرقاء، يعني يتم سريع في تأثيره على المخ، وقد اختاروا هذه المادة لأنها سريعة في تأثيرها على المخ من أول جرعة، حيث يتم وضع هذا المخدر الشبو في أنبوب زجاجي، ووصل هذا الأنبوب الزجاجي بأنبوب بلاستيكي وحرقي واستنشاق البخار، مما يصبح تأثيره على المخ سريع، وقد يعني يتسبب يعني بعدة كوارث صحية للشخص المدمن، يعني منها ما هو شحوب الوجه، اتساع حدقات العين، الهلاوس السمعية والبقية، الجنون، النزعة، العدوان، ارتكاب الجريمة، سرقة، قاتل، اغتصاب. وقد يعني تم الاحتفال بهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في محافظة المهرة، يعني كتقليد يعني سنوي للتذكير بمخاطر المخدرات وتوحيد الجهود وتضافرها من أجل مكافحة هذه الظاهرة القاتلة. وهناك يعني مخدرات أهمية، يعني مكافحة المخدرات لها أهمية على مستوى المجتمع وعلى مستوى الفرد وعلى المستوى الأمني. وصلت الفكرة. شكرا على جهودكم وجهود الأجهزة الأمنية. نائب مدير التوجيه المعنوي بشرطة محافظة المهرة النقيب منصور البرعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
في شأن آخر، دعت لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة أبناء اليمن للخروج الجماهيري الغاضب من أجل استعادة حقوقهم من سلطة قالت إنها لا تعمل إلا لتحقيق مكاسبها الشخصية. وقالت اللجنة إن اليمن اليوم يعاني من ثالوث مخيف يتمثل في الفقر والجوع والمرض بسبب تدخل الاحتلال السعودي الإماراتي الذي استباح الأرض وانتهك الحقوق والحريات. وأكدت اللجنة أن الاحتلال السعودي الإماراتي لا يهمه سوى أطماعه وأهدافه في تمزيق وحدة النسيج الاجتماعي ونهب خيرات الوطن وثرواته وخلق الصراعات وإثارة الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. إلى ذلك، أعلن ناشطون في محافظة المهرة استئناف حملة مجتمعية احتجاجا على ارتفاع صرف العملات والتلاعب بالأسعار. وطالب الناشطون السلطات في المحافظة بالقيام بواجبها في الرقابة على التجار والصرافين والوقوف إلى جانب المواطنين في ظروفهم الصعبة. ودعا القائمون على الحملة السلطات المعنية إلى حماية المواطنين من جشع التجار منددين بتجاهل الجهات المعنية لدورها في الرقابة، مؤكدين أن نسبة ارتفاع الأسعار لا تتناسب مع نسبة تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. احنا مجموعة اليوم من نشطاء وناشطات محافظة المهرة قمنا بهذه الحملة منذ شهور، حملة لا لارتفاع الصرف والتلاعب بالأسعار. نطالب السلطة المحلية في محافظة المهرة بالاستجابة لمطالب الحملة. كلنا نعرف جميعا أن هذا الوضع اللي يعيشه الاقتصادي في جميع المحافظات المحررة لا تعاني منه فقط محافظة المهرة وإنما جميع المحافظات المحررة، ولكن نطالب السلطة في محافظة المهرة الوقوف مع المواطن من حيث مراقبة الصرافات والتلاعب بالصرف، أيضا مراقبة الأسعار وجشع التجار والتلاعب بالأسعار في المحافظة. اليوم معنا حملات ضد ارتفاع الأسعار والقلال المعيشي، ونطلب من السلطة المحلية بنشوف على المواطن المسكين اللي يعاني من هذا الوضع وهذا الوضع الصعب المزري، ونرجو منهم يقيدوا أصحاب الصرافات ويقيدوا أصحاب التجار ويسوي نزولات ويهتموا بمعاناة المواطن. المواطن ما يقدر يعيش في هذا الوضع المزري لأن كل شيء غالي، واحد راتبه 30,000 40,000 والروش ينقدها 300 و400، هذا شيء صعب وهذا شيء ما يقدر يقاوم المواطن. ونرجو من السلطة المحلية بنتهتم للمواطن وتشوف معاناته وتهتم فيه وتحس فيه. نطالب يعني من السلطة المحلية أو كل مسؤول بالاستجابة لهذه المطالب، وهي مطالب أيضا مطالب سلمية ومطالب يستفيد منها المواطن خاصة ومواطن المهري خاصة، وهذا ما بنستمر به إلى آخر الحملة. اختتم المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان الرحلة العلاجية للدفعة 13 من جرحى الحرب مبتور الأطراف في اليمن. وقال مدير المركز العربي عبد الوهاب العامر إن الفعالية الرياضية تأتي في إطار البرنامج التأهيلي المتكامل للجرحى مبتور الأطراف، مضيفا أن الدفعة وعددها 50 جريحا بينهم أطفال تلقوا الرعاية الطبية وركبوا أطرافا صناعية وأقيمت لهم فعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية ضمن الدعم النفسي المقرر لهم والمرافق للرحلة. بدورهم ثمن الجرحى الجهود الخيرية للمركز العربي للأطراف الصناعية الذي أعاد لهم الأمل والابتسامة، معبرين عن شكرهم لسلطنة عمان إزاء كل الجهود الإنسانية التي تبذلها تجاه اليمن واليمنيين. في الشأن الخدمي، وضمن الدعم المستمر لقطاع الطاقة، تسلمت المؤسسة العامة للكهرباء في المهرة 3 سيارات نقل مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة عبر فرع شركة النفط اليمنية. وستسهم الدفعة الجديدة في تسهيل عمل فرق الطوارئ بالمؤسسة وسرعة الاستجابة للاختلالات التي تطرأ على خطوط الكهرباء بين الحين والآخر، تزامنا مع فصل الخريف وما ترافقه من مشاكل في تلك الخطوط. ويأتي هذا الدعم ضمن الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين السلطة المحلية بالمحافظة وفرع شركة النفط اليمنية بالمهرة لتسهيل عمل المؤسسة العامة للكهرباء في توفير وسائل المواصلات والوقود والمولدات الكهربائية وغيرها من المتطلبات الضرورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا البرنامج الأسبوعي من المهرة، على أن نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.